مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. طبعا يا جماعة انا عملت حلقة امبارح ووجهت شوية اسئلة بعد حلقة قناة الفكر الحر عن السيدة القبطية الفاضلة ندى صبحي. عملوا سربوا مكالمة، مجدي تدرس كلم السيدة ندى صبحي في التليفون وقعد يرغي تقريبا ساعة ونص أو ساعتين معاها في التليفون، وهي يا عيني بترد عليه بتحسب إن هي أسئلة عادية، فما بتعرفش يعني ما تعرفش مين ده أصلا. يعني هو كان كلم أهلها أنا هساعدكم إن عشان أرجعها، الناس ما تعرفش مين دول، الناس ما تعرفش مين دول، بيدخلوا عليهم عارفين اللي هو أحمد زكي اللي في الفيلم بتاع البيضة والحجر، دول ماشيين بالبيضة والحجر كده يا جماعة، دول عاملين كده عارفين شغل النصب. المهم سربوا المكالمة وعملوا عليها حلقة ساعة واربعين دقيقة، ساعة واربعين دقيقة، يعني داخلين في الساعتين يكلموا عن ندى صبحي عشان يثبتوا حاجة واحدة بس، ان الامن جردها من ملابسها، وكاتبين لأول مرة اعترافات بنت مسيحية بعد إعلانها الإسلام، وكاتبين بالفيديو ماذا يحدث بعد إشهار الإسلام. بالفيديو يعني أنت هتدخل تشوف حاجة، جردوني من ملابسي بقى، هتدخل تشوف حاجة، يا البنت هتطلع بالصوت والصورة يا هتدخل تشوف حاجة. طبعا تعليقات الناس كانت غاضبة جدا. طبعا هو عمل تشهير للسيدة ندى بأن هي بتحكي حاجات متاع، يعني حاجات كده هي مش فاهمة. هو سألها يمكن أكتر من 100 سؤال يا جماعة، لدرجة إن الناس بيقولوا له أنت ناقص تقول لها لون القميص اللي كنتش لابساه إيه. فالناس استغربت هو إيه الأسئلة الكتيرة اللي أنت بتقولها دي. طبعا هم قالوا حاجة تانية بس أنا ما أقدرش أقولها يعني، وقالوا إن مجدي تدرس ده أغراضه خبيثة، فخلوا بالكم يا جماعة مجدي تدرس ده احذروا منه. أنا قلت لكم أكتر من مرة ده واحد هربان من مصر، كان عليه أحكام وهربان من مصر، ده بيستغل قضاياكم، بيستغل القضية بتاعتكم، عامل منظمة دولية وعنده الحالات كلها خطف علشان بيتاجر باسمكم، بياخد تبرعات على حس الحاجات دي، على الحالات دي بياخد تبرعات على حس الحالات دي، ومنها الغرض التاني ان هو دايما يتهم الامن ان هو بيخطف وان هو بيعذب وان هو يعني ضد الدولة المصرية وضد الامن، عشان هو طبعا واحد هربان من مصر فبينتقم بقى يا جماعة بينتقم. فده غرض مجدي تدرس، فخلي بالكم خلي بالكم. قناة الفكر الحر، قناة الفبركات، وقناة التسريبات. يعني مثلا لو انت سجلت حاجة او حاجة خاصة جدا معاهم في التليفون اعرف ان هو بيسجل لك على طول، ودول بينزلوا اي حاجة، يعني دول ما عندهمش حاجة اسمها حرمة الحياة الخاصة، او عندهم صور ما تنفعش تنزل، او عندهم ما ينفعش فيديوهات تنزل معينة او مستندات تنزل، لا 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 لا، ما عندهمش عزيز ولا غالي، دول بتوع مصالحهم وبس. عملوا حلقة وعنوان مثير عشان تتشاف، هي دي بس الهدف، وفي نفس الوقت يضربوا في الامن المصري، دول ناس ضد الدولة المصرية، فخلي بالكم احذروهم احذروهم. دي حاجة. تعالوا نشوف بقى بوست لقيت واحد عندي من ضمن الأصدقاء شير هذا البوست، فاستغربت، انا كنت لسه عاملة حلقة امبارح، ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف بقى بعد حلقتي ايه اللي حصل. الأستاذ سامح صبحي اخو ندى صبحي، اخوها، طلع امبارح وكتب على الفيسبوك من 18 ساعة هي تقريبا، كاذب، انا سامح صبحي اخو ندى صبحي اللي اتكلموا عنها في الفيديو اللي هي الحلقة يعني، وعايز اقول ان كل الكلام اللي في الفيديو غلط، وانا بعلن اني هرفع قضية على القناة اللي هي الفكر الحر وعلى مجدي تدرس، لانه اولا لم يستأذن ان يسجل شيء، محدش استأذن ان هم هيسجلوا، يعني سجلوا للبنت وقاعدين يجرجروها في الكلام. انا بقول لكم البنت بتتكلم يعني بحسن نية، وهي مش فاهمة حاجة، البنت بتتكلم بحسن نية، فهم قاعدين يسجلوا ويجرجروها في الكلام. ساعتين يا مجدي تدرس بتكلمها في التليفون ليه؟ ما محقق كرومبو، ما البنت رجعت وبالسلامة وخلاص في حضن اولادها وجوزها، انت عايز منها ايه تاني؟ عايز يثبت يا جماعة ان الامن هو اللي بيعذب، والامن هم ضد الدولة المصرية، بينتقموا علشان واحد هربان من السجن والتاني واخد لجوء ديني، تاريخكم مشرف بصراحة، انتوا المناضلين وانتم اللي بترجعوا حالات الخطف، انتوا اللي مفهمين الناس كده، وانتوا بتتاجروا بالقضايا، وقلت الكلام ده امبارح.
بيقول لم يستأذن أن يسجل شيء، وكل الكلام كان على سبيل الرغي مش أكتر، وأصلا أختي كتبت جري في الكلام عشان تخلص من الضغط بتاعه. تخلص من إيه؟ من الضغط بتاعه. انتوا عارفين بقى مجدي تدرس الزنان عايز يعمل حلقة بقى يا جماعة، عايز ياخد سبوبة من ورا الموضوع. فقعد يقول لها انا عايز يعني عملتي ايه في سبيل ايه، ان هو بيطمن عليها يعني، عايز يطمن عليها. قال يعني، قال يعني ما تدرس بيطمن عليها. فبيتكلم بقى ويقول لها طب إيه؟ طب رحتي فين؟ طب جيتي منين؟ طب ايه اللي حصل؟ طب قابلتي مين؟ طب قالوا لك ايه؟ قال يعني اسئله هي مش فاهمه، اسئله عاديه، وهي يعني بتحكي والتاني بيسجل. وبعد كده سربوا المكالمه. انتم ناس ما عندكمش ضمير ولا اخلاق ولا دين كمان، ولا ضمير ولا، شهرته ببنت محترمه ولا دين ولا اخلاق، لدرجه ان الناس في السيناريو يعني سمعت بيقولوا انتوا فين بدايه القصه، احنا مش فاهمين حاجه، انتوا قصيتوا الكلام، فين بدايه القصه؟ فالناس بتقول احنا مش فاهمين مين حسين ومين صالح ومين ده راح فين وده جه منين، احنا مش فاهمين. فانتوا عايزين تثبتوا حاجه واحده، رحتوا شهرتوا بالبنت امبارح، قناه مشبوهه، انتوا القناه المشبوهه. راح علي بيقول تاني واصلا اختي كاتبه الجري في الكلام عشان تخلص من الضغط بتاعه، وهي دايما بتكون صادقه، وخاصه انها مريضه نفسيا وبتتعالج، وهو قص من الحديث الكلام اللي يخدم موضوعه. هو قال انها مريضه، وانا قلت برضو، وانا قلت سؤال، لو هي مريضه نفسيا انت بتاخد الكلام بتاعها ليه؟ واحده مريضه، واحده مريضه نفسيا ازاي انت تاخد الكلام منها؟ يعني كلامها واحده فقده الاهليه زي ما انت بتقوله مريضه، يبقى شهادتها ما ينفعش تبقى ليها شهاده، يبقى انت هتاخد كلامها ازاي حجه؟ هتاخد كلامها حجه ازاي ما دام هي مريضه نفسيا؟ هتاخد الكلام بتاعها حجه ازاي؟ ايه يا جماعه، ايه يا جماعه، ايه اللي بيحصل ده؟ وكلام بيقول ايه، خد القص الكلام اللي يخدم موضوعه. ايوه، هو فهم اللعبه، هو فهم هم عايزين ايه، لما سمعوا الحوار فهم هم عايزين ايه، واكاد اجزم شاف الحلقه بتاعتي وعرف هم مين وماضيهم ايه وتاريخهم ايه. هما يا جماعه بيتصلوا بالناس، هنساعدكم، هنرجع لكم بنتكم، لو عايزين محامي، لو عايزين فلوس، لو عايزين اي حاجه، بس اطلعوا معانا في القناه واطلعوا اتكلموا. وهم يعني مش فاهمين حاجه، ومش فاهمين هم مين دول، بيقولوا احنا منظمه وياما يعني رجعنا بنات كتيره، بس تعالوا، بس تعالوا عندنا، احنا منظمه كبيره واحنا بنتكلم من بره مصر بحريتنا، ومحدش بيعمل لنا حاجه، ما احنا في مصر اهو بنتكلم وبنعمل سوشيال ميديا وبنعمل هاشتاجات وبنطالب برجوع بنتنا وابننا. يعني انتوا اللي خايفين، الملحدين اللي هيكونوا خايفين على اولادنا اكتر مننا، الملحدين ولا الهربان من مصر اللي عليه احكام؟ يعني يعني انتوا اللي هتكونوا خايفين على اولادنا اكتر من الكنيسه؟ يعني انتوا اللي هترجعهم؟ يعني يا جماعه ايه ده؟ حتى تاجر كمان بتاعه فتاه حلوان وقال له انا عندي منظمه ومش عارفه وايه بتاع فتاه حلوان، الاسقف هو اللي رجعها، نيافه الانبا ميخائيل، وقلت في ذلك في الحلقه اللي فاتت، الاسقف هو اللي رجعها. طيب طلع يقول ما هو في اساقفه برضو كويسين، ما هو اصل اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، هتبقى انتوا اللي من بره مصر اللي بتنظلم واحد هربان، واحد واخد لجوء، انتوا اللي هترجعوا البنات، ولا انتوا ليكوا اصلا علاقات في مصر، ولا انتوا بتكلموا مسؤولين في مصر؟ انتوا تعرفوا مين في مصر بتكلموه؟ مسؤولين مين اللي هيرد عليكم؟ ده انتوا واحد هربان، انتوا عارفين يعني ايه واحد هربان من وعليه احكام؟ ده بيكلم مسؤولين مين يا جماعه؟ ده واحد عايز ينتقم من الدوله علشان واحد هربان وعليه احكام، والتاني واخد لجوء ديني لالمانيا. فخلي بالكم دول بيدسوا السم في العسل، عاملين نفسهم ان هم بيدافعوا عن حقوق الاقباط وهم بيتاجروا بالقضايا. قلتها 5000 مره، يا رب تعرفوا الناس دي على حقيقتها عشان محدش يتاجر بالقضايا بتاعتكم. طيب بيقول ايه تاني؟ ثانيا الفضايح اللي سببها، خاصة ان مش دي الحقيقة، هو بيدافع عن اخته وبيقول انت سببت لنا فضايح، انت عملت لنا تشهير، تشهير بالبنت، عيب اللي حصل ده، عيب. وفي حاجات كتيرة اصلا اتفهمت غلط، في حاجات كتيرة هي قالتها اتفهمت غلط عشان انتوا قصين الحوار. انت لما تيجي تقص الحوار انت مش فاهم مين مع مين وفين بيعمل ايه. يعني لما بتيجي تقص ده، انت لما بتيجي تقص جملة معينة من الحوار تقول لا اتفهمت غلط، ما بالك بقى ده قص نص الحوار عشان يخدم حاجة معينة. فشوف الخبث بتاعهم، ناس خبيثة. ويقول لك ايه
وقال ده بشهادة اللي كانوا حاضرين الأحداث في مصر، وعندي عدد كبير يمكن الرجوع إليهم من كهنة وأقارب للشهادة. يعني أخو ندى الأستاذ سامح بيقول إن مش هي دي الأحداث اللي حصلت، وشهادة أختي لا يعتد بها لأن هي مريضة نفسيا. وقال إن في ناس هنا في مصر كانوا كهنة وأقارب ليها عارفين الحقيقة كويس، وثبت خطأ وكذب وتدليس المدعو، تدليس خطأ وكذب وتدليس المدعو مجدي تدرس شير البوست. ده مين؟ ده الأستاذ سامح صبحي، ودي صفحته يا جماعة. من داخل صفحة بقى مجدي تدرس عشان يعمل يطلع من المطب اللي وقع فيه عشان يثبت للناس اللي هو لسه بطل، يقول بقى ايه؟ ان أمن الدولة ضغط عليه عشان يقول الكلام ده. أمن الدولة هيتفرج على حلقتك انت ولا أمن الدولة؟ يعني انت عايز انت اللي هتوقع جهاز كبير أمني في مصر؟ يعني مجد انت مين يا مجد تدرس؟ يعني انت ايه موقعك بالإعراب؟ يعني انت مفكر نفسك انك حاجة مهمة؟ يعني انت اللي عملت حلقة هتوقع الجهاز الأمني في مصر من حلقة ملهاش لازمة وحلقة فاشلة؟ يعني انت عايز تفهم الجملتين اللي انت قلتهم الخيبانين دول؟ الأمن الوطني يعني ترعب من الحلقة وضغط على سامح اللي هو أخو ندى وعشان يقول الكلام ده كذب وما حصلش؟ عيب. هو أنتوا بتكلموا ناس مغيبة؟ اصحوا كده وفوقوا، أنتوا اعرفوا نفسكم أنتوا مين، اصحوا كده وفوقوا. راح بقى إيه مجدي تدرس شير البتاع، بيقول بقى إيه؟ رجاء محبة في المسيح، محدش يقول أي كلام عن ابننا سامح صبحي أو بنتنا ندى صبحي، ربنا يحافظ عليهم ويحميهم باسم الرب يسوع، لان كل الاقباط في مصر هم اسرى الغزو الاسلامي البشع والمبني على شريعه الشيطان. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا اتفضلوا، شوفوا طريقه كلامه، عايز يعمل فتنه في مصر، هو ده طريقته. لما جبت لكم الحلقه اللي فاتت التوثيق الكامل من هو مجدي تدرس ومن هو باسم سام، جبت لكم توثيق كامل في الحلقه اللي فاتت. جايب هنا بقى القلاديش بتوعه. مجدي تدرس بيقول أمن الدولة هدده، يعني أمن الدولة هدده، يبقى الحوار لا يصدق، فنحن لا نريد إلا الأذى غصب عنه. يعني بيقولها غصب عنه، هو بيقول كده، لا مش غصب عنه، ومحدش هدد حد ومحدش جه ناحية حد، كان الأمن هو اللي رجعها، كان الأمن هو اللي رجعها، يبقى هو اللي هيهددها. يا جماعة يعني كلام غير منطقي بالمرة. مجدي تدرس كان بيعلق عند الأستاذ سامح صبحي، كان بيقول له أشكرك يا غالي، يعني الرسالة وصلت، يعني قال يعني إن بقى إيه ده جزاتي، ده أنا كنت بعمل خير. الراجل صاحب خير وصاحب واجب، يا عيني، بيقول له أشكرك يا غالي، فيما معناه يعني ده أنا كنت بعمل لكم خير كده، تقولي مش عارفة إيه. راح سابق بقى واتكلم، الراجل خبير بقى يا جماعة في الحاجات دي، الراجل مجدي تدرس ده تعبان خبير. راح على صفحته وقال ده مغصوب عليه، ده هو لازم يتقال كده، ده حد هددوه، هددوه يا جماعة عشان ما نقولش الحقيقة، انتوا اللي هتقولوا الحقيقة، يعني انتوا اللي هتقولوا الحقيقة كده. انا خلصت حلقة النهاردة، وعرفهم حقيقة الناس دي علشان دول بيشهروا بيكم ولا يهمهم يعني بنات ترجع ولا تروح، ده هم قالوا نفسهم في بنات بتمشي بمزاجها، واللي تأسلم تأسلم واللي تروح تروح. مين اللي قال؟ باسم سام، وجبت لكم كل الكلام ده، يعني هو مش فارق معاهم، بيقول لك هي براحتها، هي لو عايزه تروح تروح، لو عايزه طب يا جماعه اهو اللي عاملين فيها مناضلين اهم، دول ما يهمهمش اي حاجه، دول ما يهمهمش اي حاجه، يبيعوا اي حد عشان الفلوس والمصلحه، دول يبيعوا اي حد عشان الفلوس والمصلحه، فخلي بالكم واحذروهم، خلي بالكم واحذروهم. كده انا خلصت حلقه النهارده، تحياتي واشوفكم في حاجه جديده، كان معكم نيفين جرجس. خلي بالكم في بنات بتروح بمزاجها، على فكرة احنا مش ضد ده، لان في ناس بتعتقد ايه يا عم هو كل البنات كده، لا حضرتك، في بنات انا والله شاب عجبها مسلم اتجوزت، وعلى فكرة انا اؤيد ده واشجع ده، انا عندي حرية دينية فوق اي حاجة. استاذ مجدي كام حالة من الحالات اللي زي كده اختفت، وبعد كده ظهر لها الفيديو الشهير اشهد ان لا اله الا الله ونعمل المهرجان، كم بنت حصل معاها كده؟ لا بص، هو مش بالكامل، لان انا بشكر ربنا يعني الحالات كلها تقريبا كده بنسبه 95% بيرجعوا، بس كلها تقريبا كده بنسبه 95% بيرجعوا، بس تقريبا كده بنسبه 95% بيرجعوا. بس امتى؟ لما ضغطت حضرتك؟ لما ضغطنا، لما اتكلمنا، لما بعتنا، وبعتنا يعني معالي الوزير وكلمناه والدنيا دي. طب لو احنا ما بعتناش ولا حاجه، وبعتنا يعني معالي الوزير وكلمناه والدنيا دي. طب لو احنا ما بعتناش ولا حاجه،
احكي لك انا استخدمت السلطان ده في ايه وطلعت بيه في ايه انت تتعجب. انا عايز اقول لك كان احكام والدنيا والدنيا بايظه وخلاص. انا جيت في وقت من الاوقات انا مش لاحق انام في مصر. الله عايزين يعرفوا انا من الاخر اروح لمين ويقويني اعرب عنده علشان يفوتوا عليه انت بالك. وكان في الوقت ده الكلام ده كان 2009 اخر 2009 كنت متفق مع حد انا ياخدني يوديني السودان يهربني ويجي على السودان وكان هياخد مبلغ كبير لان اسمي موجود مش معروف ده انا بقيت يعني ايه شويه لو ماشي جنبي لا لو جيت ماشي جنب حسن مبارك اقول لك مين اللي ماشي مع مجدي. ما هو الاسلام ده للاسف الشديد وانا هفضل كده يعني انا كده مش بزاري انا بقول الحقيقه. الاسلام ده في كل دول العالم الاسلاميه بيحميه وزاره العدل وزاره الداخليه الجيش والارهابيين والاربعه ارهابيين والاربعه ارهابيين